والاكياس دي يا فندم من سوبر ماركت احنا عمرنا ما اتعاملنا معاه، وهو اللي استلمهم. يعني هو اللي كان طالب الاكياس دي؟ انا مش فاهم عمل كده ليه يا فندم. هو مش شغال من دماغه؟ في حد قايل له على كل كبيره وصغيره في البيت ده؟ ما تقولي حاجه يا يارا. يوسف انا هفهم حضرتك يا فندم. يوسف فاكر ان في علاقه بيني وبين خالد، فاول ما ظهر شوقي استغله عشان ينتقم مني. طب انت عندك نسخه تانية من المكالمات او الفويس نوت اللي كان بيبعتها لك؟ للاسف مسح كل حاجه من على الموبايل، بس انا كنت ببعت لك كل حاجه اول باول. بص كده في موبايلك. المفروض، بس انا برضو للاسف بمسح الواتساب اول باول، عندي مشكله في الميموري. طب سوري معلش انا مستعجله وعندي ميعاد في المكتب ولازم استاذن. خلص يا حبيبي وبحصلني. 100 مره اتخانق مع بابا عشان مش عايز يركب كاميرات في البيت، بس حضرتك ممكن تتشك كاميرات الجيران او الكاميرات اللي في الشارع. انت مالك في ايه نص؟ في ايه؟ في انك خليت شكلي زي الزفت. اتفضل اتفضل روح للست بنت خالتك كلنا قاعده لما ترجع. شيل يا محمد الاكياس دي خدها. حاضر. طب انا كده يا فندم حكيت لحضرتك كل حاجه بالتفصيل. هنجيب شوي امتى وازاي؟ هنشوف شغلنا يا مدام يارا، ما تقلقيش. خير. دول ستاف الممرضات اللي في المستشفى اللي يحق ليهم دخول غرف المرضى. لو سمحت ركزي كويس وشوفي انهي واحده هي اللي دخلت لك. للاسف كاميرات المستشفى كانت عطلانه فما سجلتش، بس انا لازم اعرف مين اللي دخلت لك وايه الحقنه اللي انت خدتيها بالظبط. ولا واحدة في دول يا حياتة. ولا واحدة في دول. طب اتفضلوا انتوا. دول يا ما اصطف المستشفى، اطباء وتمريض واداريين. ركزي كويس وشوفي انهي حد في دول هو اللي دخلك واداك الحقنة. ملهاش علاقة بالتمريض، مش شغالة في الحسابات مع وليد.